واش فاتكم بلادكم غزات بالسلعه ديال الشينوا ديال طوكيو ديال الوفاء ومخلي المغاربه وخلي الشباب ديالك ياكلوا يخرجوا للزنقه. داك الشاب كيقرا حتى كيكمل يخرج كيقول لك تكون راك ومع وزاره التعليم انتم كتعرفوا غير تقول الدري الشكاره في 10 كيلو يمشي للمدرسه ويجي للمدرسه. واش هذه تكون اللي قرايه اللي مش قرايه؟ هذا غير واحد الدري كيمشي ويجي مسكين حتى كيكمل 20 عام 30 عام وكيمشي ويجي للمدرسه. خصو يبدا يتكون باراليل يمشي يشوف هادي يمشي يشوف هادي يمشي يشوف الشركات يتعلم. ما انا هو صاحب الجلاله الله ينصرو ماشي اللي جاو كيقول تكوين تكوين تكوين، ولكن هادو راه ما يعرفوش تكوين. هادو اللي كيسيروا ما يعرفوش تكوين، كيعرفوا غير المدرسه. السيره ماشي المدرسه، ولكن اللي قلت لكم في الكلمه ديالي الاولى راه انتوما المهنيين والتجار والصناعي اللي غيحققوا المغرب، ماشي حتى الحكومه راه ما يمكن دير حتى حاجه. انا نقول لكم سياسيين مع احتراماتي لهم، انا سياسي ولكن انا شفتهم كلهم. تاريخ العامل راه ما كايناش. المغرب معروف بالخضر، دولة معروفة في العالم بالخضر، وخصنا نكون متقدمين في هذا القطاع، ماشي غير متقدين. إلا مشيت غير اسبانيا جنبنا غادي تقول اش هادشي، لا غير قطعتي البحر بواحد 15 كيلومتر تلقى عالم آخر. علاش حنا ما نكونش بحال ذاك العالم؟ علاش على غاديين في طريق صحيح؟ والغرفة ضربات موجودة مع جميع القطاعات على الصعيد الوطني، مرحبا بهم في الغرفة ضربات ونترأسهم ونهيكلوا القطاعات قطاع بقطاع، وهذا هو الدور ديالنا كغرف تجارية وخصنا نقوموا به. السياسيين هذا واقع، هذا واقع كنعيشو في البلاد، ماشي كنقول شي حاجه اللي ماشي هي هذيك. فعلا ما كينجحوش في هذا الشيء، خصهم ينجحوا في هذا الشيء. الا ما ياكلوش وما خدموش شكون يخدم؟ ولكن حتى المهنيين بيني وبينك، حتى المهنيين الذنب ديالهم ماشي لو كنت تهيكلوا كان يهيكلوا حتى الحكومه، حيت الا كان قطاعات مهيكلين كيضغطوا، وملي كتضغط راه كتهيكل. الهدف من هذا الاتحاد هو خلق واحد الاطار وطني من اجل المساهمه مع الجهات الوصيه على هذا القطاع لحل بعض المشاكل المطروحه على الناس ديال هذا القطاع وخاصه التجار اللي تيعانيو في السنين الاخيره من اكراهات ومشاكل لا مع الجماعات ولا مع القوانين اللي ما تتفعلش وخاصه القانون ديال 1962 اللي خصو يدار فيه اعاده النظر. لا غادي يدار شي اتحاد الله يرحم ليكم الوالدين يكونوا فيه جمعيات اللي هما قائم الوجود دابا وعندهم القوانين ديالهم باش ما نخسروش. واش راه ما يغلق حد كنظن السيد الرئيس، راه ما كنقولش شي حاجه اللي هي خطا، اما نخرجوش على اطار القانون. الله يجازيكم بخير. احنا اليوم في صدد تاسيس واحد الاتحاد وطني لجمعيات اسواق سوق الجمله الخضر والفواكه. الهدف منه مجموعه ديال الاهداف، منها اللي كان يعاني التاجر وخاصه هيكله الانظمه القانونيه. ف اطرأينا كجمعيات باننا اليوم ان شاء الله غادي نكونوا وعندنا هدف ديال التنميه ديال التاجر من كل جانب، كتغطية صحية، كنظام قانوني، كصفة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.